الحكومة خدت قرار بأنها تعمل إجراءات واضحة معلنة، مش عايز أسميها التقشف، ولكن لخفض النفقات وتقليل النفقات بشكل ملحوظ، تأجيل بعض المشروعات، وقف تعاقدات، توقف عن شراء سيارات الركوب. يعني الحكومة خدت خطة كده بتاعت ترشيد الإنفاق الحكومي، وهذه القرارات هدفها الرئيسي 1 خفض الدين الخارجي، 2 شجع المنتج المحلي. ودول أهم حاجتين. معانا على التليفون سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. أهلا 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 سيادة المستشار. أهلا بك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. يعني عايزين نتكلم شوية عن الإجراءات اللي تم اتخاذها والإعلان عنها اليوم، أبرزها إيه يا فندم أو أهمها حتى؟ أبرزها يا فندم أنه الحكومة بتسعى لترشيد الإنفاق الاستثماري، الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. الغرض هو خفض الضغط على الموازنة العامة للدولة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، وسعي الدولة لترشيد الإنفاق طبقا للأولويات التي تضعها الدولة خلال المرحلة الحالية. من أبرز القرارات التي اتخذت وقت المشروعات او وقف عدم البدء في اي مشروعات جديده في العام الحالي، واعطاء الاولويه لاستكمال المشروعات التي اوشكت على الانتهاء.